حاجه وجعتك برشا ديرنييرمون لدرجه انك خممت تبطل الميديا، صار ولا ما صارش؟ اي صار. تبطل الميديا جمله. لي كومونتير اللي يجوني، والله ديجا نحب نحكي في الموضوع هذا. والله تنتقدني، تقول مخي بروبتك، تقول مخي بشعرك، مخي بوجهك، على غالب ربي خلقني كي، تقول تعمل معناها تعطي دي كريتيك لليميسيون، اما توس تسب لي امي فاش قاع؟ معناها علاش؟ سبين الام الواه ويلي بيك ويلي عليك ويلي امك ويلي امك، تعرفها امي انت باش تحكي عليها؟ معناها تعرف قداش تعبت عليا، قداش معناها انا كي يوصلوا ما يبعثوا دي كومنتير هكايا ولا يكتبوا دي كومنتير هكايا، ما انا امي راه فوق الدنيا كل، لا تقول لي لا شهره لا ميديا لا فلوس لا حتى شيء، معناها ما عندي حاجه مقدسه. وكيف كيف زاد هما يبداوا يجيوها كلي عرفت كلي يا اخي بنتك هذيك اللي في التلفزه ماما وليت تفد عرفت تتقلق تقول لي يا اخي شبيهم يعملوا لي هكا وشبيهم يقولوا هكا ولا ما كرهيش ولا كارها. وسؤال عاد العظيم قداش تخلص؟ هذيك كلمه عليها على تو معناها عندها برشا فلوس يا اخي ما تبدلش كرهبتك، قول بنتك تبدل لك كرهبتك، مي سافا با حتى تفد الحاجات هذوكم الكل راهو يوتر. ركبوا لك ستريس. ركبوا لك ستريس. انا وليت سانسيغمون ما عادش خروج، وليت نخدم نروح للدار كان عملت شي قهيوه كي صغيره وراح.